طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة. قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قيام الليل هو دأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين. ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم جل جلاله وخالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه سبحانه من فضله. فنفوسها قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة ربها وبارئها، تتنسم من تلك النفحات، تقتبس من أنوار تلك القربات، يدعون ربهم لعظيم العطايا والهبات. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال مجاهد والحسن يعني قيام الليل، وقال ابن كثير ترك الاضطجاع على الفرش، أي جنوبهم عن المضاجع لا تهدأ ولا تثبت ولا تستقر عليها، خوفا من الوعيد ورجاء في الموعود. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده؟ آناء الليل ساجدا وقائما ينتقل من الرأس إلى القدم ومن القدم إلى الرأس بين يدي الرب جل وعلا. كان عبد العزيز ابن رعد إذا جن عليه الليل يأتي إلى فراشه فيتحسسه بيده فيقول: والله إنك لطيب، والله إنك لجميل، والله إنك لوثير، والله لا قربتك الليلة، فراش الجنة أطيب منك. وقال الفضيل بن عياض: إني لأستقبل الليل فيهولني طوله، فأفتتح القرآن فيأتي علي الفجر وما قضيت من القرآن نهمتي،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن عمر: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال سالم ابنه: فكان عبد الله بن عمر لا ينام الليل إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون هم الذين لهم قنطار من الأجر. قال مالك بن دينار عليه رحمة الله: نمت ليلة عن وردي، فجاءتني جارية من أحسن ما يكون وفي يدها رقعة، فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا مكتوب فيها: ألهتك النذائز والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تنبه إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. ولقد ذكر بعض أهل العلم أسبابا ظاهرة وأخرى باطنة تعين وتيسر قيام الليل. فأما الأسباب الظاهرة فأربعة، منها: الأول ألا يكثر الأكل، فإذا أكثر الأكل أكثر الشرب، وإذا أكثر الشرب غلبه النوم. الثاني ألا يتعب نفسه نهارا بما لا فائدة فيه. الثالث ألا يترك القيلولة بالنهار، فإنها تعين على قيام الليل. والرابع ألا يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم القيام بالليل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. وأما الأسباب الباطنة فأربعة أمور: أولها سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول الدنيا. الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. الثالث أن يعرف فضل قيام الليل. الرابع وهو أشرف البواعث، وهو حب الله تبارك وتعالى وقوة الإيمان بأنه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه جل وعلا. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ما وجدت عبادة أشد على العبد من قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. وعن جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فترك الناس
عند العتمة، فقلت لأرقبن عمله فأنظر ما يقول الناس عن عبادته. فصلى ثم اضطجع، فالتمس نوم الناس حتى هدأت العيون، ثم قام فدخل في الغابة فقمت في أثره. فتوضأ ثم قام يصلي، فافتتح صلاته ثم جاء أسد فصعدت إلى الشجرة. قال فلما سجد فنظرت هل يلتفت إلي أو يلتهمت، فما فعل حتى سجد، ثم التفت إليه فقال. فقال أيها السبع أطلب الرزق في مكان آخر، فتولى وإن له لذئير تصدعت منه الجبال، وما زال يصلي حتى أصبحنا، وحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها من قبل إلا ما شاء الله. ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ على أن يسألك الجنة؟ ثم أصبح كأنه نام على الحشايا، وأصبحت وبي من التعب ما الله به عليم. قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. ذكر محمد بن المنكدر أن تميما الداري نام ليلة فلم يتهجد حتى أصبح، فقام سنة كاملة عقوبة للذي صنع. قال أبو عثمان المهدي عليه رحمة الله تضيفني أبو هريرة رضي الله عنه سبعا، فكان يقسم الليل أثلاثا، ثلث له وثلث لزوجه وثلث للخادم، يوقظ هذا هذا. وكان طاووس رضي الله عنه يثب من على فراشه ثم يقوم فيتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان زمعة العابد يصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون، ألا تقومون فترحلون. فيسمع منها هنا باك، ومنها هنا متوضئ، ومنها هنا داع، حتى إذا طلع الفجر نادى فقال يحمد القوم السرى، أي يحمدوا ربهم على قيامهم بالليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.